حدا انظلم بالبلد قدي. ما في حدا انظلم بالبلد قدي. لو ما هول الشباب الابطال، الله يرحمك يا وسام الحسن، لو ما هول الشباب الابطال، لو ما هول الشباب كانت فضيحة العصر. هي لحظات تعجز اي كلمات عن وصفها. الممثل زياد عيتاني العائد الى الحريه يتحدث بحرقه قلب عن معاناته، ووالدته المشتاقه تتابع بتأثر إطلالته الأولى بعد خروجه من ظلمة السجن. جنات يقبرني مشتقت له وهو عم بيحكي، وشفت الحمد لله عم بيحكي هيك بكل ثقة. زياد واثق من حاله، يقبرني ما في أحلى منه، حكيه حلو. وبعدين واثق الخطوة يمشي ملكا. بقول له اشتقت لك وناطرتك هلا. وإلى وحيدته لين وجه زياد رسالة عبر الهاتف قبل وصوله إلى المنزل. زياد وبعد إخلاء سبيله بقرار من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبي غيدة، اختار بيت الوسط كمحطة أولى في مسيرة الحرية، حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال إن ما حصل اليوم هو تحقيق للعدالة. لا شك أن هناك ظلما وقع عليك، لكن الدولة أظهرت بأجهزتها وقضائها والطريقة التي عملت بها أن إحقاق الحق ممكن في هذا البلد. وأضاف هناك بعض الأخطاء حصلت وجل من لا يخطئ. وبعد تهنئته بالبراءة قال الرئيس الحريري الأهم هو أن الدولة صححت بنفسها الخطأ الذي حصل، وهذا الأمر لا علاقة له لا بالأمور الطائفية ولا بالعقليات المغلقة، بل له علاقة بأن هناك دولة ومؤسسات بدأت تعمل بشكل صحيح. والدة زياد ملت انتظاره في المنزل فلحقت به إلى بيت الوسط، فكان اللقاء الأول بينهما. صحيح. قلت لها وصلت لها رسالة، قلت لها شو للشيخ سعد حفيده لمحمد شامي انه مصدوم وقفوا معه. إلى الطريق الجديد تداعى الأهل والأصدقاء والأقارب بناء على طلب زياد الذي دعا محبيه في تغريدة عبر تويتر إلى ملاقاته للاحتفال بحريته. بالزغاريد والموسيقى والمفرقعات ونحر الخراف استقبل زياد، وهنا في هذه الساحة كان اللقاء الأول مع ابنته التي عانقته طويلا تعويضا عن نحو 4 أشهر من الفراق. ولا بتسمع بابا 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 هيدي اللي بابا هيدي اللي هون هون استشهدوا اهل ضد اسرائيل. هون على الزاويه على الزاويه احنا اللي حربنا اسرائيل. نحن المقاومه. القضاء بكره بيكشف شو صار معي اول 5 دقائق لما فتت. وزير الداخليه نهاد المشنوق كان اول الواصلين الى منزل عائله زياد في الطريق الجديد لمشاركتهم فرحه الحريه وتهنئته بالسلامه. انا مشيت بهالقصه بدعم وبتأييد كامل من رئيس سعد الحريري، وهذا الكلام انا مسؤول عنه. اللي غلط لازم يعتذر. لحظه ما راح سمي حدا. هذا الامر عند القضاء. بدوره الرئيس تمام سلام زار منزل عيتاني مؤكدا ان هذه القضيه لن تمر بدون محاسبه. صحيح اخذونا على تهمه رذيله وشنعه، نحن اللي حطينا دم بهالمنطقه بمواجهه صحيح اسرائيل. صحيح. لكن بنقول لهم بهالمناسبه بيروت بتدحر كل أعدائها إن شاء الله. أما زياد فشبه ما حصل معه بقصة راجح، معتبرا أن براءته أثبتت أنه يمكن إعطاء فرصة للعدالة في لبنان.